طيب ثم كالعاده لازم نروح الامارات عشان نشوف ايه اللي بيحصل في الامارات. والحقيقه انا عايز احكي قصه امير هشام. عارف قصه امير هشام؟ طبعا عارفها طبعا. قصه امير هشام دي يا جماعه هاتوا لنا امير. طيب الاول نرحب بزميلنا وصديقنا العزيز امير هشام. لازم احكي القصه، خلي بالك يا امير عشان ايه مصر كلها تعرف. ازيك يا امير الاول؟ تعرف انت ازاي موجود في الامارات؟ تحياتي ليك، تحياتي ليك يا كابتن اسلام. احكي ولا بلاش؟ كابتن اسامه، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. لا احكي مفيش مشكله، هي قصه طويله شويه، صعبه مش طويله ولا حاجه. انا بص يا اسامه هاخدها في دقيقتين. لا من الاخر امير خلص على كل المراسلين. خلص على لا وبعدين هو اساسا يعني احنا يا جماعه هنا في قناه الاهلي دايما بيبقى عندنا دور للناس اللي هتسافر، فالدور كان على فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي. فاروق راح عمل وعملنا له فصلنا له البدله عملنا له كل حاجه. راح عمل مسحه طلعت ايه؟ ايجابي. ايجابي. قلنا خلاص اللي بعده. كان زميلنا كريم احمد عمل مسحه طلعت سلبي. طلعت ايجابي. انا اسف. اللي بعده محمد توفيق زميلنا محمد توفيق عمل مسحه طلعت ايجابي. لا اهم حاجه انه بيفصل البدله. واهم حاجه دي مهمه جدا. المهم امير الوحيد اللي ما فصلناهوش البدله وطلع سلبي وسافر الامارات وهيحكي لنا ايه اللي بيحصل في الامارات. والله يا كابتن اسلام عايز اقول لك على حاجه بمناسبه القصه اللي انت بتحكيها دي. انا قاعد في البيت انا ومراتي فبنتفق ان احنا انا اكتر واحده زعلانه ان انت سبتها ومشيت. ندخل سينما. تمام. فلقيت الاستاذ ايهاب الخطيب بيكلمني على التليفون. انا قلت في مشكله مثلا ولا حاجه. تمام. فرديت يا استاذ ايهاب الاخبار امير انت هتسافر الامارات بكره. تمام. مراتي قاعده جنبي فانا ببص لها كده مش عايز اقول لها ايه الخبر اسمع او ايه اللي بيتقال لي يعني. مجرد ما عرفت طبعا اتضايقت جدا لان خلاص بقى استسلمت نفسها على خروجه حلوه وبتاع وكلام من ده. بس هو النصيب يعني في كل الاحوال. في البدايه طبعا يعني انا بقول لزمايلي الاعزاء كلهم الف الف مليون سلامه. فاروق صلاح، محمد توفيق، كريم احمد، الثلاثه ما شاء الله عليهم مراسلين مميزين جدا. ان شاء الله باذن الله يخفوا ويرجعوا لنا بالسلامه باذن الله. عناصر مهمه جدا في اسره قناه النادي الاهلي ده امر مؤكد يعني. المهم خلينا نتكلم عن طبعا معسكر الفريق ولحظات مهمه جدا وايام قليله بتفصلنا على المباراه الاولى وانطلاقه النادي الاهلي في مونديال الانديه امام فريق مونتري المكسيكي. هذه المباراه الهامه والصعبه جدا جدا لعده جوانب وعده ظروف. وزي ما حضرتك يا كابتن اسلام وكابتن اسامه طبعا اتكلمتوا في الظروف دي كلها بتفاصيل كتير. لكن الاهم واللي انا حابب افضل اعيد وازيد فيه واكد عليه ان اللعيبه كلعيبة نفسهم مش بيفكروا أبدا أبدا في أن الأهلي ناقصه عدد من العناصر الأساسية. يعني المجموعة اللي موجودة دلوقتي في مقر إقامة النادي الأهلي هم بيفكروا في إيه؟ بيفكروا أن إحنا يا جماعة عندنا ماتش، الماتش ده في كأس العالم للأندية. كأس العالم دي اللي هي إيه؟ اللي هي البطولة اللي يعني بيحبها جدا جمهور النادي الأهلي وبينتظرها دايما جمهور النادي الأهلي عشان يتمتع بفرقته فيها. زي ما شفنا عدد من النسخ السابقة وشفنا الأهلي أكيد كان بيشارك بشكل مميز. فهي دي الثقافة أو العقلية اللي بيفكر بيها لعيبة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. لكن في المقابل اكيد الجهاز الفني عنده استراتيجيه معينه، عنده شكل معين عايز يلعب بيه المباراه في ظل النواقص دي. لان لما نيجي نتكلم على بدر بنون، نتكلم على اكرم توفيق، محمد الشناوي، محمد شريف، ايمن اشرف، السوليه، حمدي فتحي، اسماء تقيله جدا جدا. طبعا بيرسي تاو الاصابه الاخيره، اسماء تقيله تفرق مع اي فريق اكيد في بطولات كبيره وحاسمه زي دي. وبرده عشان نبقى متفقين ودي حاجه احنا عارفينها كويس جدا ان حتى اداره النادي الاهلي ويعني المسؤولين عن الكره في النادي الاهلي اشتغلوا وعملوا مجهود كبير جدا عشان نوصل للبطوله دي بقائمه قويه جدا جدا من اللاعبين. القائمه دي تساعد على تحقيق طموحات جماهير النادي الاهلي. وطموح جماهير النادي الاهلي دلوقتي بقى ايه؟ اقل تقدير احنا نفسنا في الميداليه الفضيه، يعني ان احنا نوصل للمباراه النهائيه. في ظروف بتعاكس الفرقه وفي وعي في نفس الوقت عند الجمهور بالحقائق دي وبالامور كلها اللي بتحصل، لكن هيبقى في محاوله مستميته من اللي موجودين هنا من كل افراد البعثه، جهاز فني، جهاز طبي، جهاز اداري، اللاعبين، كله هيحاول بقدر المستطاع ان هو باذن الله يقدم حاجه ترضي جماهير النادي الاهلي في كل مكان. وده امر مهم جدا.